Figure show four arrangement of charged particles all the same distance from the origin. By taking the potential to be zero at the infinity, the rank, the situation according to the net electric potential at the origin, most positive fears can be written as. فالمطلوب في هذا السؤال انه ترتيب قيمة الفولتية عند الأوريجين بتأثير شحنات موزعة بأشكال مختلفة كما نلاحظ في الشكل A وفي الشكل B و C و D. طبعا الترتيب يجب أن يكون انه الفولتية الموجبة في البداية ومن ثم نزولا إلى الفولتيات السالبة. فحسب ما مذكور بالسؤال انه مطينا انه الريفرنس للفولتية عند الانفينيتي انه الفولتية تساوي لنا صفر، اذا نقدر نستخدم القانون انه ال V يساوي لنا Q على 4 باي ابسلون نوت R لإيجاد الفولتية عند الأوريجين، باعتبار انه هذا القانون هو الملائم عندما يكون الريفرنس عند الانفينيتي الفولتية equal to zero. فإذا نبدأ حاليا بإيجاد الفولتية للشكل A V of A، وهنلاحظ انه عبارة عن superposition. فإذا فرضنا انه البعد بين اي شحنة من الاوريجين وانه ما هي الا عبارة عن دي، مثلا هنا دي وايضا هنا دي، وهذه المسافة تنطبق على الاشكال الاخرى بي وسي ودي، اذا نستطيع ايجاد ال VA الشكل الاول راح تكون عبارة عن superposition لان عندنا شحنتين 2Q وناقص 9Q، إذا راح تكون عبارة عن 2Q على 4 باي إبسلون نوت، والمسافة هي ما هي إلا D بلس ناقص 9Q على 4 باي إبسلون نوت D، فراح تكون النتيجة هي عبارة عن ناقص 7Q على 4 باي إبسلون نوت في الدي. هذا بالنسبة إلى ال VA. بالنسبة إلى ال VB راح تكون أيضا عبارة عن ناقص 3Q على 4 باي إبسلون نوت في الدي زائدا ناقص 2Q على 4 باي إبسلون نوت في الدي، راح تكون النتيجة عبارة عن ناقص 5Q على 4 باي إبسلون نوت في الدي. نفس الحالة الـ VC عبارة عن superposition، عندنا 4 charges في نفس الحالة، المقام راح يكون مساوي 4 باي إبسلون نوت في الدي، والبسط انه عبارة عن راح يصير مجموع الشحنات، فنفس ما نلاحظ انه مجموع الشحنات في الشكل C هو عبارة عن ناقص 7Q. واخيرا انه الـ V دي ايضا نفس الترتيب، انه بعد السوبربوزيشن المقام راح يكون مساوي والبسط عبارة عن مجموع الشحنات ناقص 7Q. طبعا ترتيب الفولتيات نفس ما مذكور بالسؤال انه the most positive fears، نلاحظ انه الفولتية VB راح تكون اكبر فولتية موجودة من ضمن الأشكال الأربع، باعتبار أنه أقل نيجاتيفيتي مقارنة بالـ VA والـ C والـ D. يأتي بعدها أنه الـ VA راح يساوي لنا الـ VC ويساوي لنا الـ VD، فراح يكون VA يساوي لنا الـ VC ويساوي لنا الـ VD. إذن الترتيب الصحيح أو الاختيار الصحيح للرانك البوتنشال عند الأوريجين بتأثير الشحنات مختلفة لفور configurations راح يكون هو الاختيار في سي، إنه ال VB أكبر من ال VA ويساوي لنا ال VC ويساوي لنا ال VD.